السيد حكيم شعيب المنسق الوطني للحرس البلدي، كان عندكم لقاء اليوم في بلدة حمر العين، ماذا بك حدثنا على فحوى اللقاء هذا وأهم النقاط اللي تناولتها اليوم في هذا اللقاء؟ بون، في الحقيقة اليوم كان عندنا لقاء تحسيسي على مستوى ولاية تيبازا للتنسيقية الوطنية للحرس البلدي. كنا درنا لقاء فيما يخص المطالب المحلية على مستوى الولاية، وسمعنا بعض المشاكل اللي طرحها بعض الممثلين تاع الدوائر، من بينهم الممثل الولائي إبراهيم. طرحوا الانشغالات تاعهم والمشاكل تاعهم اللي رسلوا بها على مستوى الولايه، وكان فيه بعض المشاكل مع رؤساء الدوائر اللي ما كانوش يستقبلوا الممثلين تاع الدوائر تاع التنسيقيه. اليوم درنا حوصله واش كاين، ومام طون رانا بها نرسلوا الجهه الوصيه على مستوى الوزاره، ومام طون نبعثوا الرساله هذه نبعثوها للسيده الواليه على مستوى ولايه تيبازا باش تشوف الانشغالات تاع الاعوان الحرس البلدي والمشاكل تاعهم اللي راهم يطرحوا فيها على مستوى الدوائر، وياخذوها بعين الاعتبار. هذا هو الشيء اللي خلانا اليوم نتلموا ونتلاقاو مع جماعه تاع المناضلين والممثلين تاع الدوائر تاع المسوي ديال تيبازا. نعرف ان التنسيقيه منذ سنوات هي تتحدث او ترافع من اجل مطالب، خاصه مطالب سوسيو مهنيه، مطالب اجتماعيه لهذه الفئه. ماذا بك الاخ حكيم، ذكرنا بهذه المطالب، المكاسب اللي حققتوها والمطالب اللي مازلتوا تطالبوا بها الجهات الوصيه. احنا لحد الان ما زلنا نناضلوا، ما زلنا في النضال تاعنا فيما يخص المطالب تاع الحرس البلدي، سواء على المستوى الوطني او على المستوى المحلي على مستوى ولايه تيبازا. احنا فيما يخص المطالب الوطنيه اللي هي معروفه عند الجميع، عندنا مطالب فيما يخص المطالب الاجتماعيه ومطالب مهنيه ومطالب ماديه، عندنا فيما يخص الرواتب تاع المتقاعدين، عندنا فيما يخص مطالب اجتماعيه فيما يخص المشطوبين، عندنا مطلب ثاني وطني، عندنا الناس المعطوبين ثاني فيما يخص المنح تاعهم، اعاده النظر في المنح تاع المعطوبين، عندنا فيما يخص السوسيال فيما يخص الاجتماعي قضيه السكن، وهذه على امور وطنيه، عندنا حتى الناس اللي راهم قيد الخدمه اللي راهم يخدموا ثاني نحافظوا لهم على التقاعد تاعهم باش يتحصلوا على التقاعد تاعهم. وشنو كان عندهم برك اشكال، مازالت الوزاره ما خلصتش عليهم الخمس سنين باش يخرجوا الناس هذول اللي راهم يستناو تاع اللي راهم قيد الخدمه يكملوا السنين تاعهم 15 سنه. وعندنا كثير مطالب رانا نطالبوا فيها، خاصة واش نيضو حنا نستناو برك في اللقاء اللي حيكون مبرمج ان شاء الله مع وزارة الداخلية باش نكملوا الحوار على المطالب تاعنا المتبقية، من بينها ثاني في الساعات الإضافية، في قضية منحة الخروج، عندنا ثاني منحة الخروج اللي رانا موعدين بها وعدونا بها وزارة الداخلية في السابق، الوزارة السابقة، ومازال ما طبقوهاناش. رانا مازلنا كما نقولوا حنايا متصلين مع الداخلية، وكي نديروا لقاء ان شاء الله معاهم في الطاولة ثم الشيء اللي راح يكون راح نخبروا به القاعده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله، يعني دائما في اطار سياسه الحوار والسياسه خذ وطالب مع الجهات الوصيه. ذكرنا الاخ حكيم بعدد الحرس البلدي على مستوى الوطن وعلى مستوى ولايه تيبازا اللي راكم اليوم فيها. احنا عدد القوه تاعنا على مستوى الوطني احنا 95000 حارس بلدي، 95000 على المستوى الوطني، هذا بالنسبه للحارس البلدي على المستوى الوطني. فيما يخص على مستوى ولايه تيبازا، ثاني عندنا 2000 عون حارس بلدي اللي هما الان اللي راهم يناضلوا اللي راهم فيهم المناضلين تاعهم، هذا هو العدد اللي راه كاين على مستوى ولايه تيبازا. عدد الشهداء اللي استشهدوا من في صفوف الحارس البلدي؟ عدد شهداء الواجب الوطني عندنا حوالي 4700 شهيد واجب الوطني، وخاصه الناس هذو، خاصه الناس هذو اللي ما ناش سامحين في الحقوق تاعهم، وعندنا الارامل تاعهم ثاني اللي راهم عندهم مشكل تاع ابنائهم ايضا في قضيه السكن، اللي راهي توصلنا بعض المعلومات اللي راهم بعض الارامل اللي راهم شويه كما نقولوا احنا محقورين على مستوى الولايات، ورانا نوصلوا الرساله تاعنا على مستوى الممثلين تاع التنسيقيه باه يشوفوا يحللوا من المشاكل تاعهم، ولا اقتضى الامر احنا نقدروا نتنقلوا احنا كمكتب وطني نتنقلوا حتى عندهم الولايه ان شاء الله. وش هي الرساله اللي توجهها ربما لاعضاء التنسيقيه والممثلين تاع التنسيقيه؟ كنا يعني جاء الى علمنا انه هناك ربما بعض الاشاعات او بعض المعلومات اللي يتم تداولها عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وش هي الرساله اللي توجهها لهم؟ أنا الرسالة اللي نوجهها للإخوة المناضلين أو القاعدة أو الإخوة الممثلين تاع التنسيقية، أنا نقول لهم تمسكوا توحدوا مع بعضكم بعض، ديروا اليد في اليد،
وما تسمعوش الاشاعات هذيك تاع المقاهي والهضره الشارع هذيك ما تسمعوهاش. مادام تكون عندكم نيه في النضال كملوا النضال تاعكم، وكما قال واحد احنا لازم النضال هذا فيه تعب وفيه ماهيش حاجه سهله. انا نزيد نطلب منهم شويه الصبر ويتمسكوا مع بعضهم البعض، يديروا اليد في اليد ويشدوا في ربي سبحانه. والانسان اللي يدير ربي سبحانه ويدير وما العبد ما عنده ما راح يدير. والناس اللي راهي تدير في الاشاعات وتدير تقول لك الانشقاق، احنا ما عندناش انشقاق، احنا ربما ما عندنا افكار ما نتفاهموش فيها، كل واحد والفكره تاعو. وشني الاختلاف رحمه، اختلاف رحمه، بارك الله فيك. وشني او جاي نهار ان شاء الله اللي راح نتلموا كاع، ان شاء الله كاع نكونوا في مكان واحد ونكملوا المهام تاعنا ان شاء الله. قبل ما نختموا هذا اللقاء سي حكيم، تحدثنا على الاعتماد. فيما يخص الاعتماد، احنا رانا وصلنا الملف تاعنا على مستوى وزاره الداخليه، على مستوى الوزاره الداخليه اللي حاطين الملف. احنا رانا نستناو برك في يجاوبونا برك في الملف تاعنا، ورام عطاونا مكتب في عين دفله، عندنا المكتب الوطني تاعنا تاع التنسيقيه على موجود على مستوى ولايه عين دفله. واش نيضو رانا نستناو برك لاغريمون، ان شاء الله وعدونا بيوجدوها لنا، رانا في الانتظار تاعها ان شاء الله. في انتظار الحصول على الاعتماد. انتظار الحصول. اتاكد انه التنسيقيه راهي منظمه وراهي تناظر في اطار قانوني وفي اطار تنظيمي. الحمد لله على التنسيقيه راهي منظمه، التنظيم تاعها عندنا ممثلين راهم ثاني فاهمين الوضع، واش اللي راهم يتعبوا شويه الله غالب، هذا هو التعب، هذا هو النضال. انا نقول لهم ان شاء الله بربي نديروا اليد في اليد ان شاء الله، إن شاء الله. ونكملوا المهمه تاعنا ونكونوا كاع خاوه ان شاء الله، ونكونوا كاع متحدين ان شاء الله ونلموا بعضنا ان شاء الله. قبل ما نمنح لك الفرصه اللي باش تعطينا الكلمه الاخيره، ناكدوا ويعني نشهدوا انه الحرس البلدي قدموا كثير للوطن، وربما مستعدين انهم يقدموا ما اكثر. احنا الا كان يعني في قضيه الوطنيه، احنا الا حبيت الناس تعرف الحرس البلدي، الحرس البلدي هو مدرسه نضاليه، هو مدرسه تاع الوطنيين. اللي يحب يعرف يعني الحرس البلدي، يحب يعرف الوطنيه، يتفضل للتنسيقيه الوطنيه، يتفضل مدرسه، احنا مدرسه تاع الوطنيه. بارك الله فيك سي حكيم. شكرا.